صباح الخير عليك يا مريم صباح الخير عليك صباح يا صباح كريم العصر. بصبح عليك وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان ومشاهدي عشر الصبح في الاهلي وطبعا يوم جديد وحلقه جديده حلقه بدايه الاسبوع دايما بيكون معانا فيها اخبار كتير جدا طبعا في الفقرات الاولى هنتكلم عن الكثير من الامور وبعد كده بقى هيكون معانا فقرتين النهارده الاولى مع ملاك اسماعيل بطله افريقيا للخماسي الحديث وطبعا المتاهله للاولمبياد وبعديها هيكون معانا فقره هامه جدا ايضا الفقره الثانيه مع أستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي هنتناقش معاه في مختلف الامور سواء معسكر النادي الاهلي في النمسا ايضا هنتكلم معاه في الدوري السعودي وطبعا هنتطرق معاه للبريمير ليج وهيكون لينا معاه حديث مطول بكل هذه الامور بمناسبه المعسكر انت اكيد بتابع الفيديوهات الجميله اللي كل يوم والتاني بتتواتر ورا بعض وشايفين من خلالها اجواء اكثر من رائعه للفريق في معسكر النمسا الصوره حلوه والاجواء العامه حلوه فبالتالي تقدري بمنتهى البساطه تستنتجي مدى حلاوه الروح اللي سايده الحقيقه وامبارح هم الناسية. كانوا اجازه كمان طبعًا. ويعني يمكن شفنا صور كتير جدا وشفنا جوله حره ليهم بعد الاجازه اكيد اللي اعطاها مستر مارسيل كولر الحقيقه يعني يا كريم زي ما انت بتقول البلد حلوه جدا فكره أول. كمان ان هم أول. يعني فصلوا في المعسكر برده ما يبقاش كل السفريه يمكن لازم برده يتم الفصل فيها بجوله حره زي ما حصل امبارح وده اكيد بيجدد عندهم الحماس واكيد ده طبعا هيفيد كتير جدا في المعسكر ده احنا كمشاهدين فصلنا من جمال دي الطبيعة والخضرة <applause> اللي على مرمى البصر ما تجيبيش اخرها فبجد حاجة جميلة وان شاء الله يبقى لهذا المعسكر انعكاسات طيبة على كل المستويات المباني كل كمان يا كريم كل المباني جميل. شكلها تحفة شكلها اثري وشكلها حلو جدا درجة الاضاءة اللي في الجو على مدار اليوم اللي هو عارفة المود الشتوي الحلو ده ده, ده كمان في لعب الكورة بيبقى من اروع ما يمكن فان شاء الله ارجع واقول لكم باذن الله يبقى لهذا المعسكر انعكاسات طيبة جدا ويؤتي ثماره ان شاء الله مع بداية انطلاق الموسم الجديد